حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. فرقت الحرب بينهما والفقر وجمعهما الحج. شاب يمني يلتقي والدته بعد فراق 7 سنوات. تركها أهلها ونزحوا. أشجار الرمان في صعدة لا تجد من يجني ثمارها. صحيفة عربية تتحدث عن حلم سعودي قديم يمتد من شبوة إلى المهرة. أهلا بكم. لم يتمكن الشاب اليمني حمزة الشلبي من لقاء والدته لنحو 7 أعوام. فرقتهما يد الفقر والحرب المندلعة في اليمن حتى شاء القدر أن يجتمعا في حج هذا العام. وعنون موقع الحرف 28. فرقت بينهما الحرب والفقر وجمعهما الحج. يمني يلتقي بأمه بعد فراق 7 سنوات، حيث غادر مدينته تعز إلى العمل في السعودية بعد أن ضاغت به سبل العيش في مسقط رأسه ليعمل في منطقة المدينة المنورة في مجال البناء والإعمار. وأوضح الشلبي أن الظروف المالية منعته من زيارة والدته في اليمن، ليتفاجأ باندلاع الحرب والعدوان الحوثي وبالحصار الذي منعه من الوصول إليها. وبين أنه أمضى فترة الحرب يترقب وأن يزاح الحصار عن تعز ليتمكن من الوصول إليها والسلام عليها، خاصة بعد استشهاد 2 من إخوته بسبب العدوان الحوثي. وتحدث عن مفاجأة غيرت مأساته في البعد عن أمه قائلا: عندما تواصلت مؤخرا مع والدتي في اليمن علمت أنها ستؤدي فريضة الحج لهذا العام في برنامج الرسمي. فيما قالت والدة حمزة إن اللقاء الذي جمعها بابنها جاء بعد أن اعتقدت أن لا أراه وأضمه إلى صدري، لكن أحمد الله الذي جمعني به في أطهر بقعة على وجه الأرض. كثرت الأعياد والمناسبات في بلدي، لكنها مجرد أرقام وتواريخ وأيام لا فرحة فيها ولا ابتهاج بها. هكذا يبدأ حسن عبد الوارث مقاله المنشور في يمن مونيتور، مضيفا في جزء من المقال: تأتي الأعياد وترحل، وتقدم المناسبات وتمضي، وتتوالى العطلات تترى من دون أن يشعر المرء بحضورها أو غيابها، ولو استمر الحضور شهرا والغياب دهرا. حتى عيد الأضحى ومثله عيد الفطر لا ترى له وجودا إلا في ملابس الأطفال وألعابهم النارية وضحكاتهم التي لا تكتمل. فحتى الأطفال صاروا يدركون حجم المعاناة ووطأة الهموم وشدة المكابدة التي تنتاب أهاليهم بقدوم هذه الأعياد جراء ضيق ذات اليد على نحو مرعب. وحدهم تجار الأعياد وهم صنو تجار الحروب تماماً يبتهجون لقدومها، إذ تعني لهم مزيداً من الأرباح ووفرة في الأموال تكتظ بها جيوبهم وخزائنهم. والحديث هنا يخص كبار التجار فحسب، أما صغارهم فقد غدوا من أهل الكفاف العفاف. كان الناس يحصون الأيام المتبقية على قدوم هذا العيد أو تلك المناسبة على نحو لافت من الغبطة والحبور، وهم يعدون العدة له منذ شهور. فإذا ما حلت البهجة بقدر ما تحل البركة، فتسمو النفوس بالكرم وتترع القلوب بالخير ويهطل في الأيدي غيث العطاء. أما اليوم ومنذ سنين غير قليلة فقد صار العيد مناسبة للنكد وموعدا للكرب وحالة قدرية باعثة على الهم والغم والألم الموغل في الروح والجسد معا. ومثل الأعياد يكون موسم المدارس الذي يحل بعد أيام، موسما لقهر الآباء وسهر الأمهات وإحباط الأبناء. وفي كل عام تتصاعد وتيرة الغلاء في أثمان مستلزمات المدارس ورسوم الدراسة، فقد انخفضت القدرة الشرائية للعملة المحلية إلى مستويات متدنية جدا، وباتت الميزانية المخصصة لهذا الغرض أو ذاك وبالذات المدارس باعثة على الرغبة الجامحة في الانتحار. استقبل الطفل حذيفة عيد الأضحى كسائر أطفال اليمن الذين شردتهم الحرب وأجبرتهم ظروفها على النزوح هربا من جحيمها، إلا أنه يبدو من أكثر الأطفال بؤسا في هذه البلاد، حيث فقد أكبر إخوته في أحد الجبال المحيطة بالعاصمة صنعاء، والتي تشهد معارك مستمرة بينما غادر والده البلاد عقب خروجه من السجن، حيث كان ذلك شرطا أساسيا للخروج.
في أواخر مايو الماضي أجبر حذيفة ومعه أمه وشقيقته التي تصغره بعامين على مغادرة منزلهم في مدينة الحديدة غربي اليمن. تقول أم حذيفة للصحوانات إنها فرت من مسكنها في مدينة الحديدة برفقة طفليها اللذين لم يتجاوز عمر أكبرهما 6 أعوام حفاظا على أرواحهم، ليلجأوا إلى إحدى مدارس العاصمة صنعاء والتي تحولت إلى مأوى للنازحين دون تأهيل أدنى مقومات الحياة فيها. وتضيف: كانت وجهتنا صنعاء كآلاف الأسر التي غادرت الحديدة هربا من جحيم الحرب، لكننا هربنا من جحيم إلى آخر، فممارسة النزوح لا تقل بؤسا عن مرارة الحرب. جاء العيد هذا العام وفقا للموقع حاملا معه مرارة الألم إلى جانب مرارة النزوح بلا عائل. فبالنسبة لحذيفة وأمه وأخته لم يعد للعيد طعم، بل كان سببا من أسباب حزنهم لأنه جاء في موسم النزوح في ظل غياب الأب وفقدان الأخ وعجز الأم عن توفير أبسط متطلبات العيد. كان أحمد سويد يحلم بأن يجني هذا العام أرباحا من بيع ثمار فاكهة الرمان، لكن وصول المعارك إلى مديرية باقم التي سيطرت عليها القوات الحكومية مؤخرا جعلته يتكبد الخسارة مما زرع. لم يكن سويد هو الوحيد، فغيره الكثير من المزارعين الذين تسببت المعارك في تبديد أحلامهم بحصاد ثمارهم واضطرارهم للفرار من الموت، وحولهم يعلق موقع المصدر أونلاين. تركوا آلافا من أشجار الرمان، مزارعون يتكبدون الخسارة مع استمرار المعارك في باقم بصعدة. يقول أحمد سويد وهو مزارع يمتلك مزرعة من الرمان إنه اضطر للهرب تاركا مزرعته التي تضم نحو 1500 شجرة. وأضاف في حديثه للمصدر أونلاين: كان متبقي نحو أسبوع ونجنيها، لكن مع وصول الشرعية إلى مدينة باقم وبدء المواجهات اضطررنا للهرب. وأضاف متحسرا: على مدى عام أقوم بسقايتها بالماء وتحمل الجهد حتى أصبحت جاهزة، ملايين تم صرفها قيمة ديزل وأجور عمال، والآن كل شيء انتهى. أحمد كان أكثر حظا من جاره في المزرعة صالح الأهنومي القادم من عمران، يمتلك مزرعة تضم بداخلها نحو 10,000 شجرة من الرمان كلفته الملايين في تجهيزها، وبسبب الاشتباكات تتعرض الآن للتلف. كانت ذكرى اتفاق سايكس بيكو من الذكريات غير السعيدة، وكان يضرب بها المثل كلما وردت خريطة أو مذكرة أو كتاب أو رؤية حول المصير المؤسف المنتظر. هكذا بدأ عبد المنعم سعيد مقاله المنشور في الشرق الأوسط مضيفا: كانت الحرب الباردة قد انتهت، وتوافق العالم أن عصر القطبية الثنائية قد انتهى، ولم يبقى إلا قطب واحد مؤثر في العالم كله، وما بقي على العالم إلا التعلق بأهدافه. ولكن العالم تغير، وكذلك الشرق الأوسط، ومن المؤكد أن الولايات المتحدة لم تعد القطب القائد والمؤثر الوحيد، ولم يعد ممكنا تجاهل روسيا ولا الصين ولا عدد آخر من الأقطاب التي لها في العالم الاقتصادي والعسكري نصيب وحظ. ما يهمنا هو أن انتخاب الرئيس دونالد ترامب كان إشهارا لنوعية جديدة من القومية الأمريكية التي لا تهتم كثيرا بالعالم بما فيه أقرب حلفائها في حلف الأطلنطي، وإنما تعتبر حالها عالما كافيا يتقدم إلى الدنيا كلها بالقدر الذي يريده ويرغب فيه. وهكذا فإن الخطوة الأولى في عالم متعدد الأقطاب يصبح مؤثرا بشدة في النظم الإقليمية المختلفة. ومن ينظر إلى أوروبا فسوف يجد كثيرا من التغيير، فلم يعد الاتحاد الأوروبي امتدادا لحلف الأطلنطي، وبينما كان الخروج البريطاني من الاتحاد له دلالات كبيرة، فإن التغييرات في بولندا والمجر وإيطاليا مؤخرا تدفع في اتجاهات أوروبية جديدة. والمظاهر الأخرى في النظام العالمي من أول تجمع دول البريكس وحتى الغزل الجاري بين كوريا الشمالية وتلك الجنوبية يحكي قصة أخرى عن تغييرات إقليمية متنوعة. ولم يقل أهمية عن كل ذلك أن تغييرا جوهريا في الفكر العالمي أخذ في التشكل. لم يعد هناك دين سياسي واقتصادي مناسبا لكل الدول وفي كل الأوقات، وباتت الكفاءة في إدارة التطور والتنمية مما يجري قياسه على قدرات الدول وتاريخها وتقاليدها. ركز موقع مسند للأنباء على أيام العيد في تعز المحاصرة، وعنون الموقع: العيد في تعز إطلاق ألفي بالونة للسلام واحتفاء باستعادة منشأة سياحية.
وقال الموقع إن سكان المدينة المحاصرة أدوا صلاة العيد في ساحة الحرية التي أصبحت مصلى عيديا يحتضن الآلاف من أبناء المدينة، كما أن السلطة المحلية بدأت تشين مهرجان العيد بافتتاح قلعة القاهرة التاريخية وجعلها مزارا ومتنفسا للمدنيين بعد أن كانت مغلقة وثكنة عسكرية لجماعة متشددة. كما شهدت المحافظة إطلاق 2000 بالونة لتعبر بأن تعز ستكسر الألم وستبتهج بكل الوسائل المتاحة مهما كانت المنغصات بحسب القائمين على المبادرة. وافتتح وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي قلعة القاهرة ودشن فيها أول مهرجانات العيد وسط حضور واسع، وعبر عدد من الناشطين عن فرحتهم باستعادة القلعة التي تعد مكانا سياحيا مطلا على أحياء المدينة، كما تعد متنفسا تمت مصادرته لسنوات. ووسط ترحيب وابتهاج من الحضور تضاعفت أفراح من حضر لمشاهدة فيلم 10 أيام قبل الزفة للمخرج عمرو جمال، وبعد أن نال الفيلم استحسان الجميع في العاصمة المؤقتة عدن، أبهرهم بقصته وحبكته وتسلسل أحداثه وتلمس الناس للجو العام للسينما الذي كان هو العامل الأجمل في التجربة الجديدة. وتابع موقع عدن لينك الإخباري أجواء العمل وقال: جاء الفيلم ليرسم البسمة على وجوه أهالي عدن، خصوصا بعدما مرت به المدينة من أوضاع الحرب والتدهور الاقتصادي وصعوبة الحياة، وقد تماشت أسعار التذاكر مع القدرة الشرائية للمواطنين. فليس القصد من إنتاج الفيلم الجانب المادي بقدر ما أراد طاقم العمل إظهار الجانب الثقافي لمدينة عدن وتاريخها العريق وتوثيقها بالشكل الذي يليق بها. منذ بدء الإعلان رسميا عن ابتداء بيع التذاكر في قاعات العرض، توافد الجمهور للشراء وحجز مقاعدهم ليكونوا أول المشاهدين للفيلم، حيث امتلأت قاعات المعرض أو العرض في كل من المعلى والشيخ عثمان بالشباب والعائلات الذين حرصوا على حضور العروض الأولى للفيلم. وتم تجهيز القاعات بكل الاحتياجات اللازمة المفترض تواجدها في أي صالة عرض، فقد عمد فريق العمل على توفير الأجواء السينمائية المريحة التي تساعد المشاهد على الاستمتاع بالمشاهدة. وعلى الهامش هناك معرض خاص بالصور والكواليس الخاصة بالعمل. إذن بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. من شبوة مرورا بحضرموت وحتى المهرة، لطالما شكلت هذه المناطق اليمنية التي تزيد مساحتها عن نصف مساحة هذا البلد مناطق حلم سعودي قديم ومتجدد، كما تقول العرب الجديد، لإيجاد منفذ بحري للمملكة عبر سلطنة عمان أو اليمن، من شأنه أن يمثل طريقا بديلا لتصدير النفط في ظل الأزمة مع إيران. وخلال الحرب التي تصدرتها منذ العام 2015 سعت السعودية إلى صرف الأنظار عن الشرق اليمني وتحديدا المهرة والتصرف بخطوات شديدة الحذر هناك، إلا أن الأحداث في هذه المحافظة الحدودية مع سلطنة عمان أعادت تسليط الضوء مجددا وطرح تساؤلات عما تريده الرياض في اليمن، ولماذا تدور الحرب شمالا وجنوبا فيما تدشن إعادة الإعمار في المهرة التي لم تصلها حتى قذيفة واحدة من الحرب. تضيف الصحيفة: تعززت في الفترة الأخيرة التسريبات عن نية السعودية الشروع في إنشاء ميناء نفطي في محافظة المهرة، تمهيدا لقيام الرياض بمد أنبوب نفطي عبر اليمن لنقل النفط عبره إلى بحر العرب. فقد كشفت وثيقة مسربة عن تقدم شركة هوتا للأعمال البحرية برسالة إلى السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر تشكره من خلالها لطلبه التقدم بالعرض المالي والفني لتصميم وتنفيذ ميناء تصدير النفط، وتؤكد أنها ستقوم بترتيب زيارة ميدانية إلى الموقع والقيام بالمسوحات اللازمة لتقييم المشروع، فيما لم تفصح الرسالة عن اسم الموقع.
وفي تطور مفاجئ سيثير على الأرجح دهشة الكثيرين حول العالم، كما ذكرت سكاي نيوز عربية، كشفت تقارير حديثة أن عددا متزايدا من الأفراد يشترون هواتف غير ذكية في مسعى إلى التخلص من إدمانهم الزائد على المنصات الاجتماعية. ويجري إطلاق مصطلح الهواتف الغبية على الأجهزة التي تتيح عددا محدودا من الخصائص الوسيطة فحسب، مثل إجراء المكالمات وإرسال الرسائل، وذلك بخلاف الهواتف الذكية المتصلة بالإنترنت. وأظهرت أرقام هيئة كاونتر بوينت البحثية أن سوق الهواتف الذكية نما بنسبة 2% خلال العام الماضي، لكن العدد تراجع ب 5% خلال الربع الأخير من العام نفسه. في المقابل زادت مبيعات الهواتف العادية التي جرى بيعها خلال 2017 لتصل إلى 450 مليون جهاز، أي أنها حققت نموا ب 5%. لكن المسؤول في الهيئة البحثية شوبيت سيري يرى أن تراجع عدد الأجهزة التي بيعت لا يعني الانصراف عن الهواتف الذكية، إذ من الوارد أن يكون الناس غير راغبين في الاستغناء عن أجهزتهم القديمة. كيف تتعلم أوروبا الكفة عن القلق وحب القوة؟ تحت هذا العنوان كتب زكي العايد المستشار السابق لرئيس الوزراء الفرنسي الأسبق مانويل فالس مقاله المعاد نشره في الغد، مضيفا: مع إبرام معاهدة روما في العام 1957 نفضت أوروبا عن نفسها ما تبقى من نزعتها العسكرية، وركزت على بناء سوق موحدة مترامية الأطراف ومسالمة. ومنذ ذلك الحين أصبحت الوسيلة الوحيدة التي تستعرض بها القوة هي السياسة التجارية. ومع ذلك لم تسترشد هذه السياسة قط بالفكر الاستراتيجي، الأمر الذي جعل نفوذ الاتحاد الأوروبي العالمي محدوداً على الرغم من نجاحه الهائل في الأسواق العالمية. والآن حان الوقت لكي تعيد أوروبا تأسيس نفسها كلاعب عالمي حقيقي، ليس من خلال محاولة محاكاة قوى عظمى كلاسيكية، بل عن طريق توطيد ونشر أنماط مختلفة من القوة. تتمتع أوروبا بالفعل بقوة معيارية كبيرة، القدرة على خلق معايير عالمية من خلال ما يسمى تأثير بروكسل، الذي يمكن رؤيته في الجهود المبذولة لكبح جماح شركات التكنولوجيا. على سبيل المثال، يحدد قانون تنظيم حماية البيانات العامة الذي أقر مؤخراً مبادئ توجيهية لجمع ومعالجة المعلومات الشخصية للأفراد داخل الاتحاد الأوروبي. والآن تسارع المنصات الرقمية بما في ذلك الشركات الأمريكية القوية إلى التكيف والتعديل، كما تتعرض شركات التكنولوجيا الأمريكية الأربع الكبار ألفابت إنك وآبل إنك والفيسبوك وأمازون للضغوط التي يمارسها الاتحاد الأوروبي بسبب مراكزها المهيمنة في السوق. ومع ذلك فشل الاتحاد الأوروبي في معظم الأحيان في إدراك قوته المعيارية، ناهيك عن الاستفادة منها بشكل كامل. وهذا يعكس ويعزز الضعف في ثلاث مناطق: تقدير الذات، والوعي بالمخاطر، والقدرة على العمل. يتضمن تقدير الذات الإيمان بأن الاتحاد الأوروبي مشروع عظيم الشأن والثقة الضرورية للتعبير عن هذا علناً، وإدراك الإمكانيات الحقيقية التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي فيما يتصل باستعراض القوة. نقل موقع شبكة البي بي سي عن تقرير لصحيفة سان البريطانية قولها إن الرئيس التنفيذي لمجموعة كومباس ريتشارد كوسنيس ترك مبلغا هائلا لمنظمة أوكسفام الخيرية البريطانية بعد مقتله مع عائلته جراء تحطم الطائرة التي كانت تقلهم. أضافت الصحيفة أن كوسنيس أوصى بترك 41 مليون دولار أمريكي لجمعية الخيرية بعد وفاته، لكنه قتل مع خطيبته وابنتها وولديه في ليلة رأس السنة. وأشارت الصحيفة إلى أنه قرر في وصيته التبرع للجمعية بهذا المبلغ في حال وفاة ولديه، وهما قد توفيا معه في نفس الحادثة بعد ذلك. وقتل كوسينيس مع خطيبته وابنتها وولديه بالإضافة للطيار عندما هوت الطائرة المائية التي كانت تابعة لشركة تدير رحلات سياحية في نهر يبعد 50 كيلومترا شمالي المدينة الأسترالية. متحدث باسم الجمعية أوكسفام قال: نحن ممتنون للغاية لهذه الوصية التي لم يتم اختارنا بها إلا مؤخرا، ونعمل مع العائلة ومجلس أمنائنا لتحديد كيفية استخدام الأموال.
وبالتزامن مع أجواء العيد كتبت صحيفة الشرق الأوسط: عدد من القادة والسياسيين الدوليين هنأوا المسلمين بعيد الأضحى المبارك على حساباتهم الشخصية في تويتر. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وعبر مقطع فيديو على حسابه قال: يجتمع المسلمون من جميع أنحاء العالم مع الأهل والأصدقاء بروح يملأها السلام والرحمة، ويواصل المسلمون في هذا العيد القيام بأعمال الخير، ما يدل على أهمية الكرم في عقيدتهم وأعمال الإحسان. هذا هي مثال لنا جميعا. زعيم حزب العمل البريطاني جيرمي كوربين وفي مقطع فيديو له أيضا قال: أتمنى لجميع المسلمين عيدا مبهجا. عيد الأضحى يذكرنا بالتضحية التي قام بها إبراهيم، والتي تحثنا جميعا على التضحية من أجل مساعدة الآخرين. أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فغرد قائلا: عيد مبارك للجميع، فلنستلهم جميعا من قيم التعاطف وعمل الخير والإحساس بالآخرين التي يجسدها الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. فليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كتب تغريدة قدم فيها تهنئته للمسلمين، متمنيا لهم عيدا سعيدا مليئا بالخير وروح المشاركة. وغرد عمدة لندن صديق على حسابه الرسمي في تويتر قائلا: عيد مبارك لكل من يحتفل بعيد الأضحى هذا العام. صور جذابة للحيوانات بالإضافة لأجواء الحج في مكة نشرتها صحيفة الديلي تيليغراف في جولتنا المصورة لهذا اليوم، نتابع. وبدون كلمات يعبر فنانو الكاريكاتير عن الأحداث وعن وجهات نظرهم حول القضايا ليكون تعبيرهم أبلغ. أبرز ما نشرته الصحف نتابعها في فقرة الكاريكاتير. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.